لطالما اعتبر جمال البشرة وإشراقها من علامات الصحة والجمال، واعتبر شرب الماء من القواعد الأساسية لصحة الجسم والبشرة. لا تقف أهمية الماء عند شربه فقط، بل يساعد على تنظيف البشرة وإزالة الشوائب وتحسين صحة الجلد ككل. العلاج المائي طريقة حديثة للقضاء على مشكلات البشرة من تصبغات وبقع ورؤوس سوداء، طورت في أمريكا ثم انتقلت إلى العالم. توفر هذه الطريقة ترطيباً كبيراً للبشرة وتنظفها في الوقت ذاته، حيث يقوم الجهاز المطور بإزالة خلايا الجلد الميت والشوائب المتراكمة بسبب التلوث والعوامل الخارجية من خلال المزج بين المواد الطبية والماء. ولأن ترطيب البشرة أحد أهم الأساسيات لصحة الجلد ونضارته، فإن هذه الطريقة لا تسبب أي نوع من الحساسية أو الآثار الجانبية المعروفة عادة في علاجات البشرة كاحمرار وتهيج الجلد والكدمات الخفيفة. وعادة تستغرق جلسة التنظيف هذه نحو نصف ساعة، تعتمد على حالة الجلد، ويمكن رؤية النتائج بوضوح بعدها، وهي تناسب جميع أنواع البشرة ولا تسبب ألماً. ويمكن للسيدة أن تضع مساحيق التجميل وأن تعود لممارسة حياتها بشكل طبيعي مباشرة بعد الجلسة.